قديش؟ إيكوال كام؟ ثلاثة. ثري ثري بالإنجليزي. حبيبتي نحن إنجليزي عم ندرسك. على فكرة إيمان العربي. العربي. شوف الذكاء. برافو. لا غلط غلط. اليوم إيمان رح نعطيها هدية. شو رح تعطيها؟ رح نعطيك واجب على البيت. مظبوط. واجب على البيت ليش هي وين؟ مرحبا كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. كلكم بتعرفوا الوضع بلبنان، المدارس مسكرة بكل لبنان، يعني والأطفال ما أنا عم تدرس، ما في أي مدرسة فاتحة بلبنان. اللي تركوا بيوتهم وضلوا بلا مأوى اجوا قعدوا بالمدارس، فلهيك ما ضل في مدارس أبدا بسبب الحرب. يعني لازم هلأ تكون فات مبلش المدارس ونكون عم يدرسوا، يعني الأولاد هلأ أغلبيت كلهم مو أغلبيتهم بلبنان ما عم يدرسوا، وهذا الشيء غلط أكيد. يمكن هاي السنة تروح علينا السنة الدراسة، بس إن شاء الله ما تروح. يعني نحن الكبار بنعرف نكتب ونقرأ، بس إنه الأطفال مثل إيمان إنه ما بيعرفوا، حرام، لازم نحن ندرسهم بالبيت. فكل حد أكيد عنده طفل صغير لو ما في مدارس بدرسوا شوي بالبيت، بيعلموا شوي، هيك أحسن ما بيضل قاعد يعني وما بيدرس. يعني هلأ الأطفال عنا بنفرجيكم، هلأ إذا رحنا على إيمان بلاقيها قاعدة على التليفون، ما عم يعملوا شي غير على التليفون طول الوقت، قاعدين على التليفونات. هذا الشي غلط يعني. بس أكيد هلأ رح نروح نفرجيكم إيمان. هلأ بتشوفوا إذا قاعدة على التليفون. قاعدة على التليفون أنا متأكدة. شايفين؟ مثل ما قلنا قاعدة على التليفون. يعني الأطفال كلهم هلأ لا شغلة ولا عملة غير التليفونات. أكيد ما في شي عندهم، يعني ما بيقدروا يشتغلوا. فنحن قررنا إنه من اليوم وراح نصير ندرس إيمان، يعني نساعدها بحفظ الأحرف اللي ما حفظتها، لأنه هي حافظة نص الأحرف، لأنه درست يعني صف أول حافظة نص الأحرف، فبدنا نصير نعلمها شوي بالبيت، يعني كل يوم شوي تتعلم هيك. وكمان أنتم اللي ساكنين بلبنان عندكم أطفال صغار، يعني درسوهم بالبيت أحسن ما تروح عليهم السنة ويطلعوا ما بيعرفوا لا يقرأوا ولا يكتبوا. يعني أكيد ما رح تتعلم القراءة والكتابة من ورانا. أكيد نعلمها شوي. إيه نعلمها شوي، نعلمها الأحرف، يعني تحفظ الأحرف. نحن عم نقولكم يلي بلبنان مو رح هلأ بالسعودية بتقولوا لنا إنه نحن عندنا مدارس، لا أنتم نحن عم نقول بس اللي لبنان ما بدنا نحسدكم. الله يوفقكم يا رب. يلا إيمان جاهزة للدراسة أول يوم، تخيلي حالك بالمدرسة. بس إذا بتعزلي الأنسات، بس الأنسات هون بيقتلوا. أي شيء بتعملي رح تعرفي قتلة، يعني عنا البيت مو الأنسات بلبنان. أنسات أنا يعني مشان ما بفهموا غلط. إيه أنت قلتي الأنسات هون. قبل ما بلش تدريس إيمان كلكم بتعرفوا إنه اشترينا أغراض للمدرسة أنا ولا إيمان ولا يزن، اشترينا الأغراض كاملة اللي شاف الفيديوهات قبل، وكنا بدنا نعمل هون مكتبة يعني للدراسة، وجبنا أغراض من الأونلاين كمان على أساس وصينا على أغراض من الأونلاين، بس ما عملنا المكتبة. هدول ما دخلوا، هدول شافوا القصص، هدول القطط بينحطوا على الطاولة. اشترينا هدول، اشترينا يعني تفاصيل كثير حلوة، اشترينا هدول تفاصيل شغلات تفاصيل لا غلط بلا. اشترينا هدول مشان نحطهم على الطاولة كثير حلوين. اشترينا هاي ما بعرف الأقلام، بس ما بيوزعوا المحايات وبرايات وهيك ما صح. ايه هون بينحطوا الأقلام. بس جايبين كثير علب أقلام، ما بعرف ليش بدي اجيب كثير علب الأقلام. شفتهم حلوة، وكمان هاي للأقلام بنحط فيها أقلام ما؟ إنه في كثير أقلام يزن وأقلام اسمع صار هاي أكثر شيء بتضحك. لا مو هاي اللي بتضحك، لا الثانية. هاي جبناها كمان للأقلام، ما بعرف ليش جايبين كل شيء أقلام. هاي كلهم تحطوا فيها شو اسمها؟ فراش أسنان، كلهم تحطوا فيها هاي. لا بس نحن جبناه للأقلام، وهي كمان هي توقف هيك وبتثبت عليها الكتاب والدفتر تحت، وهي المزيق بنحط فيها المزيق. لا بل بس حلوه هي هيك بينفتحوا هدول هيك بينحط فيها. مفرجيهم هيك ما بعرف شو هيك بنحط فيها الكتاب. جبنا هاي
مفكرها كبيرة يعني مسجلة مفكرها كبيرة بس هي طلعت صغيرة يعني خارج مكتب صغير. جبنا هاي على اساس انه بضوف بيه. شوفوا هن حاطينها اياها بالصورة انه كبيرة، جبناها على اساس انه هيك عطل بتصير هاي يعني بالاونلاين عطل بتصير هيك شغلات. واجا كمان هذا قلم الحمراء بالغلط بالغلط، بس ايدي اجا مو جايبته مو بالغلط. لا بالغلط بالغلط حلو لونه على فكرة. كملي يلا كملي. يا بس ما بعرف شو يعني هدول الشغلات اللي جبناها من الاونلاين ما صورنا لكم اياها. يعني الاغراض الاغراض معي كلهم الكاميرا كمان جبنا ثياب يعني مثل ما شفتوا بالفيديوهات جبنا ثياب لايمان. لا نحن كنا رايحين نجيب ثياب لايمان ليزن، بس مثل ما بتعرفوا صار وما مش الحال. يعني بنعرف ان احنا انه بدنا نجيب ثياب بس ما صار، ما جبنا بسبب الحال بالحمد لله على كل حال. هلا بدنا نبلش ندرس ايمان. هلا بدنا نبلش تدريس ايمان. سبحان الله هذا اللوح جبناه مشان انه ندرس ايمان عليه، بس لما كان عندها مدرسه يعني لما كانت بدها تفتح المدرسه، وهلا احتجناه اكثر من قبل. شو عم تدوري؟ هات القلم. هاتي الاسود. لا هاي مشان انت تكتبينها بالازرق وهي تجاوب عليك الجواب. هاتي انا اكتب بالاسود وهي تجاوب بالازرق. اللون الاسود. انت لازم تصححي بالاحمر كذا. جيبي احمر كمان. ما تعملي لحالك انسر هلا. يعني المدرسة يعني. على قد الحال. على قد الحالة. يلا. هلا ايمان اول شيء. طبعا اليوم شو؟ شو؟ اليوم ما هو اليوم يا إيمان؟ أنا مساعدة. اليوم الأربعاء. ما شاء الله عليك. اليوم. نعم. الأربعاء. الأربعاء غلط. اليوم الجمعة. أنا مساعدة. الواقع مو. كان اليوم الأربعاء الواقع. الواقع. قد إيه الواقع اليوم؟ قد ايه يوم بالشهر؟ 23. ما شاء الله برافو اختي فهمانة. ما بعرف الواقع قد ايه اليوم بس بعدين بتكتبي الواقع. هلا بدنا نبلش اول شيء بالرياضيات. رياضيات كانت بعربي ما بيأثر. رياضيات يعني كنت انا بحب المادة هي كثير، والجغرافيا كنت يلا خلص ما بدك تعرف شو بتحبي. رح نبلش لها بالارقام السهلة. خليني انزل لتحت. رح بلش لها بالارقام السهله يعني اكيد هي صف اول فما بنبلش لها صف اول ايه صف ثاني مزبوط هي صف ثاني نجحت على الثاني. يلا 1 زائد 1 لا 1 بلس 1 1 زائد 1 بلس 2. تعالي يا ايمن لعنا. اطلعي تفضلي يعني هي قزم اكيد. تفضلي لفوق. 1 زائد 2 بلس 2 بلس 1 بلس 2 قديش؟ ايكوال كم؟ 3 3 بالانجليزي. حبيبتي نحن انجليزي عم ندرس على فكرة ايمان العربي العربي شوف الذكاء برافو. لا غلط غلط يعني قال تكتبي بس ما عرفت تكتبها. اكتبيها بالانجليزي الارقام بالعربي ما بيعرفوا هالولاد مو هيك. برافو برافو برافو. أولى لإيمان. جاي لا خليها مشان نعطيها رقم ثاني كمان. طيب 3 بلس 2 إيكوال قديش؟ سيبيهم يلا 3 بلس 2 برافو يلا خمس بالإنجليزي شو؟ 5 برافو إيمان على فكرة كثير شطورة. هلا ما شو كان بخطها؟ لا 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 ما بيأثر ما بيأثر. هلا بدي اعطيها اعطيها ماينس ماينس ايه خلينا طيب 4 ماينس 1 3 ايكوال قديش؟ نقصي لا 3 4 نقصي من 3 حطي على ايدك 4
نقصي منها ثلاثة. لا شيلي ثلاثة. نقصي شيلي يعني. يعني هيك هاي ثلاثة شيلي ثلاثة. أربعة. هاي أربعة. شكلها ما بتعرف كثير. ما بتعرف بالمعنى. 1 2 3 قديش ببقي؟ 1 برافو. كل شوي بتسكر الأنا. هي أصلا لسه ما أخذت الماينس ها؟ ما أخذته. الصف الأول لا. نحن بنعلم عليها بنعلم. مشكلة. 1 هوا. هلا رح نعطيك كمان شيء بالماينس. 5 - 1 = -1. شيلي منهم واحد. شيلي منهم واحد. لا لا شيلي واحد. يا بنتي شيلي واحد. عبتني بقلم الحبر. هاتي شيلي واحد. هاتي انا بمسكها. هاي الخمسة شيلي منها واحد. قديش ضل؟ أربعة. برافو. لا هيك أربعة. برافو أختي شاطرة. والله إنها شطورة. شو رأيك نعطيها بالضرب؟ لا شوي تاني بنوصل التقسيم. أربعة. أربعة. ما شاء الله غلط الأربعة هيك بتنكتب. عم تكتب بالعربي. إيه الأربعة هيك. ماشي هلا خلينا ننطي كمان آخر شيء بالرياضيات. هي حاسه يعني 5 + 5 = قديه؟ 5 و5 قديه؟ 10. برافو اكسلنت. يا اكسلنت. 0. ما شاء الله شايل الزيرو عم تعرفه. يلا مو مشكله هدول كلهم صح. برافو عليكي. بس اعملي خط. هاتي القلم اعملي خط وبلشي بالشغل. بلش بالعربي ولا بالانجليزي؟ رح اكتب لك بالعربي وشوف اذا بتعرفي. يلا انت جاي مكانك. خدي هات خدي دفترك. هات القلم. يلا ما بحسر يعني اخذ وش كثير. الف. هلا ايمان ايمان هلا انت بدك تعطينا كلمات نحن نقول لك الحرف وانت تقولي لنا الكلمه. قربي لهون مشان نشوفك متابعين. هلا بدنا نبدا بالاحرف. مع موقع في داش عشرة. هلا لحتى تذكرت. ما شاء الله عليك. 2000 وقديش؟ 2024. هيك ما؟ بالعربي عن جد ما بعرف اكتب. هلا بالاحرف يا ايمان نحن رح نقول لك الاحرف وانت تقولي لنا كلمات. الف. أرنب. باء. باء. تاء. تاء. تمر. تاء. تاء. ثمر. ثمر غير التمر. ثمر هذا الثمار. ايه. دال. دادا. دادا. لا مش دادا. لا ايه دادا يعني هيك البيبي الصغير. يلا غير الدادا. انتبه غير الدادا. ما بعرف غير الدادا. لا في مثلا دبدوب. يلا دال. دال. دمل. دمل. برافو دمل. دبابة كمان في. راء. راء. رمان. 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 زاي. زمان. يلا زاي. زمار. زمار. شو هي الزمار؟ زمار. لا 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 حرف الزاي. اعطينا كلمة مفيدة لو سمحت. ايه زرافة. زي الأكل. حي الله شي مو ضرر. زرافة. زرافة. سين. سمك. برافو. شين. شين. شمندر. شمندر. صاد. مو صاد. صاد. هذا اللي بصيد السمك شو اسمه؟ صيادة. صيادة. لا صياد. صيادة. لا صيادة. لا ما في صيادة. صياد. صاد. ضاد. 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 ضمر. لا هذا شو اسمه؟ ما عم تجيب لنا الكلمات. كلمات أول مرة بنسمعها. طيب هذا شو اسمه؟ واحد. واحد. برافو. لا ظفر.
يعني اظافر هيك مزبوط كلمتي طيب طا مو طا 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 طائر ضغط شوي ضغط مالك بالمدرسه ضغط انا ما عندي كلمه ضغط ضغط لا غلط هاي الضبطة هاي مو ضبطة هاي ضغط طيب خلينا نعمل سكيب سكيب يلا بعد الضاء شو في انت ما بتعرفي الاحرف ضاء 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 عين 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 حاسه اكثر منك العين شو عين غين غيني لا غيمة غيمة عين غين دال لا عين دال يلا خلص هاي الفقرة خلصناها يلا يعطيك العافية إيمان كانت اليوم إيمان رح نعطيها هدية شو رح تعطيها؟ رح نعطيك واجب على البيت مظبوط واجب على البيت ليش هي وين؟ على أساس عم المدرسة وبس هيك كان فيديو اليوم يعني حبينا نعطي لإيمان شوية دروس ما شاء الله إيمان يعني حافظة إنه إيمان شطورة حافظة نص الأحرف مو نصهم كل الحافظة أكثر مني كمان وبس يعني اللي بحب يجي لعنا يعني يدرس مدرسة إيمان الأستاذ ويداد لسه ما كملت الكلمة ليانا كمان بس أنا مساعدة إيه واكتب المساعدة ليانا إيه المهم يعني إن شاء الله يخلص الحرب وتفتح المدارس ونرجع ندرس بالمدارس أكيد يعني المدرسة مو مثل البيت بس إنه حبينا إنه مشان ما تنسى شيء ندرسها يعني إذا ضلت فترة طويلة يمكن تنسى الأحرف فنرجع نذكرها فيهم مو بس الأحرف الرياضيات كمان يعني اللي بنعرفها هي اللي بنعرفها اللي عم ندرسها عليه وبس إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو بنحبكم كتير باي